السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع ليه علاقة بالفانكشنال تريننج. للأسف ساعات بشوف ان الفانكشنال تريننج شوية الناس بتعمل على انه ترند او بيتحط في السيشنز من باب ان انا بقلد وخلاص، وانا مش فاهم امتى استخدمه. الفانكشنال تريننج مهم جدا 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 واساسي ومفيد لو ده يتناسب مع هدف وقدرات الشخص اللي انت تديله السيشن. يعني ما ينفعش حد مبتدئ هدفه الاساسي بعد ما عملت الاسسمنت ان هو يزيد في الكتله العضليه، بس انا مصمم ان انا اديله فانكشنال تريننج وخلاص او حركات كومبليكيتد وخلاص. يمكن في المرحله دي التمرينات اللي فيها ايزوليشن تبقى افضل، يمكن الشولدر بريس على الماشين بالنسبه له افيد من الكلين والسناتش. ممكن لو الشخص ده اوفر ويت قوي او اوبيز ممكن الليج بريس ساعتها يبقى افيد له من الستابس او من الجامبس. فبالتالي انا مش عايز اعمل فانكشنال تريننج وخلاص او حركات مركبه وخلاص، او كل ما انا ترينر اصيع هدي لك حاجات اصعب. لا، لازم قبل ما اعمل اي حركه كتمرين اتاكد ان الشخص بيعرف يعملها كويس قوي. قبل ما اديله ثراسترز لازم اتاكد انه بيعمل سكوات كويس قوي وشولدر بريس كويس قوي قبل ما ادمجهم في حركه او اعمل حاجه فانكشنال تريننج. الفانكشنال تريننج يا جماعه مش موضه، ده نوع من التمرين مهم جدا 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 لو يتناسب مع هدف وامكانيات الشخص اللي انت بتمرنه. فكره اللي انا اديهولك من باب الفرهده وخلاص فكره مش صح، فكره ممكن يبقى فيها خطر، ما فيهاش عوامل امن وسلامه، ولازم اعلم الشخص كويس قوي 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 اداء الحركه قبل ما احطها له في برنامج من باب اللي انا فرهده وخلاص. وشكرا.